تعلمنا سابقا إذا كان لدينا لوحة لا نهائية مشحونة بشكل موحد، سأرسمها هنا. لوحة لا نهائية مشحونة بشكل موحد. إذا كان لدينا لوحة مشحونة بشكل موحد هنا بشحنة موجبة، والمجال الكهربائي المتولد منه سيكون ساكن. هذه خطوط المجال جميعهم بنفس الحجم وقوة المجال، أو مقدار المجال يساوي 2 ضرب ثابت الكولوم كي ضرب باي ضرب كثافة لوحة الشحنة وهي سيجما، هذا لا متناهي. وما كثافة الشحنة؟ عرفناها عندما أثبتنا أن هذا مجال كهربائي موحد. لكن ما هي كثافة الشحنة؟ كثافة الشحنة هي كمية الشحنة الكلية مقسومة على المساحة، مساحة الشحنة. حسنا، إذا كان لدينا لوحة لا متناهية ستكون بالتالي المساحة غير منتهية. هذا سيكون رقم ثابت، وهذا سيكون أيضا لا منتهي وسيكون صعب التعامل معه. ونعلم إذا كان لدينا لوحة غير منتهية أو لا نهائية لها منطقة محددة على مقربة من المركز وقريب جدا منه، يقترب من اللوحة المشحونة اللا منتهية أو اللا نهائية. بعدما ذكر لنتعرف على الخصائص الفولتية أو الجهد وكيف نقوم بإيجاده. إذا كان لدينا لوحتين متوازيتين لنرسمهما. قبل التحدث عنها حتى لا نخلق إرباك، لنفرض لدينا لوحتين، هذه اللوحة الأولى، وسأرسم الأخرى بلون آخر، وهذه اللوحة الأخرى، ولنفرض أنهم بنفس الحجم. وكلاهما لديهم مساحة مقدارها A، ولنفرض أننا وضعنا شحنة مقدارها Q، وهذه الشحنة موجب Q هنا. إذن هذه هي موجب Q، سأرسم عدة إشارات للزائد. ولنفرض أننا وضعنا هنا سالب Q، إذن هذه مشحونة بشحنة سالبة. كيف سيبدو المجال الكهربائي بين هاتين اللوحتين؟ سيكون بالأساس عبارة عن مزيج من المجال المتولد عند هذه اللوحة في الأعلى والمجال المتولد عند هذه اللوحة، وكلاهما سيكونان ثابتين وقريبين من المركز، وعلى اعتبار أنهما يبعدان بمسافة مقدارها d، على افتراض أن d ليست كبيرة وقريبة من المركز، سيكون لدينا مجال كهربائي ثابت. مثلا هذا في اللون الأخضر سيولد خطوط مجال ستكون بهذا الاتجاه، قريبة من المركز وثابتة. هذه قريبة من المركز وثابتة على مقربة من المركز، وستبدو هكذا. ومن ثم تبدأ بالانتفاخ للخارج عندما تصل الأطراف، ومرة أخرى بالقرب من المركز ثابتة. هذه تكون في زاوية، تبدأ بالانبعاج وتبدو هكذا. ونفس الشيء هذه اللوحة الأرجوانية تبدأ بتوليد
بتوليد خطوط مجال كهربائي، وبما أنه مشحون بسالب فإن المجال سيسير ناحية اللوحة المقابلة، وخطوط المجال ستبدو هكذا بالقرب من المركز وثابتة، وخطوط المجال ستبدو هكذا. كما ترى سيكونان بنفس المقدار وبنفس الاتجاه، وأيضا الخطوط هنا ستنبعش. وبصورة عامة إنك ستحصل على مقدار مضاعف من المجال الكهربائي لن تحصل عليه إذا كان لدينا لوحة واحدة. لنقل أننا نعمل بالقرب من المركز هنا ولدينا تقريبا مجال كهربائي ثابت، لنرى إذا كان بإمكاننا إيجاد العلاقة بين الفولتية بين اللوحتين هنا والمساحة، وربما المسافة بين اللوحتين. نعلم أن المجال الكهربائي المتولد من أحد اللوحتين للشحنات هنا، سأرسم هذا بلون آخر، لون الأزرق، لوحة في الأسفل تولد المجال الكهربائي، إذن إنه سيكون المجال الكهربائي سيكون 2 كي باي سيجما، وسيجما هي الشحنة الكلية مقسومة على المساحة، إذن ضرب كيو على اي. ونعلم أن المجال الكهربائي المتولد من هاتين اللوحتين سيكون بالضرورة نفس المجال أو نفس المقدار، ويمكن التعبير عنه بموجب وسالب لأنهم سيسيرون بنفس الاتجاه لبعضهما البعض، لكن هم بالأساس خطوط وتتداخل فيما بينها. إذن المجال الكهربائي من هذه اللوحة نعلم أنها تسير بنفس الاتجاه، إذن بطريقة أخرى هذا سيكون نفس الشيء، نفس المجال ونفس المقدار، إذن هذا سيكون زائد 2 كي باي كيو على اي. ممكن أن نقول أنها ناقص، لكن لدينا ناقص كيو على اي، لكن كلاهما يسير بنفس الاتجاه لذا سيكونان مضافان. ونعلم أن المجال الكهربائي الآن سيصبح أو الكلي هذا سنقوم بجمعهما، وهذا يساوي 4 كي باي كيو على اي كيو على اي. الآن نعلم بالضبط القوة للمجال الكهربائي لنرى إذا كان بالإمكان معرفة فرق الجهد بين هذه النقطة، لنرسمها بلون بحيث تراه، وهذه النقطة، وما هو فرق الجهد كما تعلمناه؟ حسنا، فرق الجهد هي الطاقة الكهربائية الكامنة للشحنة إذا كانت الشحنة هنا مقابل هذه التي هنا. إذن كم هو مقدار طاقة الوضع الإضافية لكل كولوم لكل شحنة لتكون هنا نسبة إلى هذا؟ بمعنى آخر هنا شحنة موجبة، لأنه بشكل افتراضي دائما الشحنة موجبة عندما نتحدث عن الأرقام الموجبة. واتجاه خطوط المجال هذا ماذا فعله بالضبط؟ بشكل افتراضي شحنة موجبة هنا تريد أن تصل بشدة إلى هذه اللوحة السالبة هنا، بالرغم أننا سنتعلم لاحقا أن معظم الحركة في مجال الإلكترونات والكهرباء تكون الشحنات السالبة هي المتحركة. لنقل لدينا أيون موجب، الجهد هو مقياس، إذا كان هناك شحنة هنا ما مدى رغبتها بالتحرك لتصل إلى هنا؟ إذا كان هناك هواء أو فراغ سيكون من المستحيل أن تصل إلى هنا،
لكن لو وصلنا السلك هنا بحيث تصل الشحنات ومن ثم ستتحرك بحرية، والجهد يكون بمدى رغبتها في التحرك، يمكن إظهاره كضغط كهربائي. وسوف أعمل فيديو خاص عن فرق الجهد لفهمه بشكل أكبر، وهذا أهم شيء يجب تكوين فكرة عنه إذا أردت أن تدرس هندسة كهربائية. على أي حال، لنعود إلى المسألة. نعلم أن المجال الكهربائي المجمع يسير للأعلى في هذا الاتجاه. ما هو الجهد الكهربائي عند هذه النقطة؟ ما هو الجهد الكهربائي نسبة إلى هذه النقطة أو تغير في الطاقة الكامنة من هنا إلى هنا؟ حسنا، هذه كمية الطاقة لكل شحنة، حتى تتحرك، أو لنقل الشحنة الموجبة من هنا إلى هناك. تذكر أن الطاقة الكامنة، التغير في الطاقة الكامنة هو الشغل اللازم لنقل الشحنة من نقطة إلى أخرى، والجهد هو كم نقوم بهذا لكل شحنة، أي تحريكها من نقطة لأخرى. لنكتبها: الشغل اللازم لتحريك الشحنة من هنا إلى هنا. لنقل 1 كولوم هي الشحنة، سيكون 1 كولوم، 1 كولوم ضرب المجال الكهربائي، لأننا دائما نسير عكس المجال الكهربائي، إذن يجب أن نضع قوة مساوية ومعاكسة. إذن القوة والتي تكون المجال الكهربائي. حسنا، هذه فقط تولد القوة. الشحنة ضرب المجال الكهربائي تدل على القوة، على الشحنة، أليس كذلك؟ هذه القوة ضرب هذا ضرب المسافة، القوة ضرب المسافة. حسنا، الشغل اللازم سيكون المجال الكهربائي ضرب دي جول، جي جول. وما هو الجهد أو فرق الجهد بين هذه النقطة وهذه؟ لنسمي هذه النقطة ب A وهذه نقطة B. إذن VA ناقص VB، وهذا فرق الجهد، يساوي، هذا بالأساس الفرق في الطاقة الكامنة الكهربائية مقسومة على الشحنة أو لكل شحنة. هنا الشحنة هي 1، إذن يمكن التقسيم على 1، وهذا يساوي المجال الكهربائي. هذا يساوي المجال الكهربائي ضرب المسافة، والوحدات ستكون جول، لأننا قسمنا الطرفين على شحنة جول لكل كولوم أو فولت، أليس كذلك؟ هذه فقط الوحدات. ماذا يساوي هذا؟ إذن فرق الجهد أو التغير في الجهد يساوي المجال الكهربائي، وهو ثابت، يساوي 4 كي باي ضرب كيو على A، ضرب المسافة دي. أو يمكن إعادة كتابتها، لنحاول أن نكتب كيو كاقتران ل في. وإذا قمنا ببعض التلاعب الجبري قليلا، سنحصل على كيو تساوي سنقسم كلا الطرفين على 4 كي باي تي، ونضرب كلا الطرفين ب A، وسنحصل على A مقسومة على 4
أربعة كي باي دي دي، وهذا بالفولت. وما المثير للاهتمام هنا لما قمت بكل هذه الخطوات لنحصل على هذه العلاقة؟ إذا نظرتم إلى هذا، إذا افترضنا أن مساحة اللوحة لا تتغير وهي ثابتة، هذه أكيد ثابتة. وإذا افترضنا المسافة بين اللوحتين لا تتغير، سنرى هناك فرق متناسب بين الجهد وكمية الشحنة المجمعة في اللوحتين. وهذا مثير للاهتمام، لأنه قبل عمل هذا كان الجهد متناسب مع مربع الشحنة أو الجذر التربيعي، لكن الآن نعلم أنه متناسب بشكل مباشر. وعمليا هذا الطرف هنا لديه اسم، هذا لديه اسم ويسمى بالسعة الكهربائية. وطريقة أخرى لكتابة هذا، إذا قسمنا الطرفين على الجهد سنحصل على كيو على في يساوي واحد على أربعة كي باي، 4K باي ضرب A على D، أي المساحة على المسافة. هكذا هو بالأساس كمية الطاقة. حسنا، في الواقع لن أخوض بذلك الآن، ولكن التكوين أو التشكيل يعرف أو يحدد بمساحة اللوحة والمسافة. وبالنسبة للتشكيل المعطى، إذا كنت أعلم كمية الشحنة التي أضعها في اللوحات وهي سالب كيو هنا وموجب كيو هنا، ونعلم الجهد خلال اللوحة، إذا العكس صحيح. إذا كنت أعلم الجهد عبر اللوحات وأعلم التشكيل، يمكن معرفة كمية الشحنات الموجودة، ويدعى هذا السعة الكهربائية، ووحدتها الفارد. وإذا أصبحت مهندس كهربائي أو تأخذ عدة دورات في الهندسة الكهربائية، سيصبح هذا مألوف لك. وشيء آخر لنشير إليه، إلى هذا الطرف فقط لتتعرف على المصطلحات. هذا الجزء هنا، 1/4 كي باي، يسمى هذا بإبسلون نود أو إبسلون أو إبسلون فقط، ويسمى بالمساحة الحرة للفراغ. وربما في فيديو مستقبلي سأشرح لماذا سمي بذلك. على أي حال، أنا تعديت الوقت المطلوب، أردت فقط أن أعطيك فكرة حيث يمكنك حساب الجهد عبر ما نسميه في هذه الحالة المكثف. ولديه سعة، ويمكن رؤية الجهد كنوع من الضغط الكهربائي. ما مدى رغبة الشحنة هنا لتتحرك إلى هنا؟ وإذا وضعت السلك هنا، وسنتعلم هذا في فيديوهات أخرى، إن هذه الشحنة ستسير، أو عمليا الشحنة السالبة ستسير في هذا الاتجاه وتولد تيار. وسنقوم بهذا عندما نبدأ بتعلم أكثر عن الكهرباء لأي تشكيل أو تكوين معطى يكون لديه سعة معينة. ومع هذه السعة، إذا وضعت كمية معينة من الشحنة، يمكن معرفة السعة الكهربائية. وإذا عرفت ذلك، أستطيع معرفة الجهد الكهربائي. على أي حال، أراكم في الفيديو التالي.